يعني انا وابره يعني ما كناش بنعرف نلعب جنب بعض كتير، كناش بنعرف نلعب جنب بعض كتير لان هو لعيب متحرك وانا كنت لعيب متحرك. اسلوبكم كان شبه بعض، متحرك. انا كنت بعرف مع دروبا كويس جدا، يعني لان دروبا كان سنتر اكتر وانا كنت بلف حواليه وهو يعني كان ذكي، كنا بنعرف نلعب. سواريز يجي التالت ولا كلاعب كره؟ سواريز برضه لعيب عظيم، لان سواريز بيعمل حاجه عمري ما شفتها في حياتي. لما بيروح لحد 1 في 1 بيباص الكره في رجله بيروح واخدها تاني وجاري بيها. حتى بيعملها في التمرين كل يوم، فبيعرف يعدي من 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 اي حد. يعني اللعيب الوحيد اللي شفته بياخد الكره والمدافع داخل عليه يروح لعيبها في رجله، بيلعبها في رجله وترد تاني ويروح واخدها. المدافع بيتبرجل اصلا ولو ما خبطتش في رجله المدافع بتخش من بين رجله. يعني سواريز ولا ابراهيموفيتش ولا دروبا مين واحد؟ واحد كلاعب كره جامد. ابره. اثنين دروبا. ثلاثة سواريز. ميدو يبقى رقم كام لو هنجعل الترتيب؟ يعني هم عملوا كارير احسن مني، ده اكيد. كلاعب كورة برضو انا كنت مختلف عنهم، يعني انا ميكس.